بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو صباح بهذا الورود تاع البيتونيا، ما شاء الله الورود والله عندها واحد الورد ما شاء الله جميل، وحتى الرائحة طيبة ما شاء الله، يعني عنده رائحة ما شاء الله جدا جميلة. زين، هذا الفيديو نزول عند رغبة يعني طلبكم، قلتوا لي على جال البذور، الناس باش يعرفوا وين كاينة البذور. المهم البذور هي تكون بعد ان تجف الزهرة، لما تشوفوا الزهرة بعد ما تجف تخلي هاد الكبسولة او هاد العبوة هنايا مملوءة بالبذور. الشيء المميز في البيتونيا انه البذور لازم نحوها بسرعة، لانه هي تفتح، ونعرفوا نحنا هذا خلق الله، يعني باش تتكاثر النبات، كل نبات باش يتكاثر سبحان الله، ربي دار فيه زعما طريقه يتكاثر بنفسه. يعني كما هي يعني مباشره، يعني بعد ما تجف هذاك الكبسوله وهذيك الصغيره تجف تتفتح، كي تتفتح تبدا تتساقط البذور الموجوده فيها على الارض. حنوريكم في الفيديو يعني كيف تكون هذه البذور يعني اكثر دقه. شوفوا هنايا مازال راهي هذا هو نجفت، يعني شوفوا الكبسوله هنا بدات اي جافه، ما فتحت ولكن جافه تماما. التصوير شويه هي بانت لكم يعني جافه تماما، جافه مستعده يعني للانفتاح، وتبدا توزع بالبذور نتاع البيتونيا. والمعروف انه بذور البيتونيا صغيره جدا جدا، يعني صغيره ياسر بشكل كبير. مثلا هادو شفتوا الزهره مازال يعني ما سقطت، وهنايا الكبسوله هذيك الموجوده فتحت وبدات تتنزل البذور نتاعها. نزيد نفتح لكم البذور وهذا سميتها باش تشوفوا البذور وصغر حجم هذه البذور. شوفوا هنايا هي جافه، رغم انه كانت الزهره هذا هو نجفت الزهره، لذلك يعني في لحظتها بمجرد ما جفاف ديك الزهره تبع الاماكن باش نشوفوا. شوفوا البذور، هاي البذور حتى تساقطت على الاول او الاقول بتلات هذيك تما. يعني لازم نتبعوا اماكن البذور ونحتفظوا بالبذور. ان شاء الله يجي موعد الزراعه نتاع البيتونيا، ندير فيديو نذكركم بالزراعه نتاع البيتونيا باش نستمتعوا كاملين بهذه الازهار الجميله والرائحه الفواحه. نتمنى لكم الصحه لكم ولطيوركم ونباتاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوفوا هنايا هذه الزهره تاع البيتونيا بعد ما